اللهم لك الحمد. شوف نحن كيف نغطي العجوة من جميع الحشرات ومن حرارة الشمس عن جميع الكائنات الحية حتى تصبح العجوة فاخرة وطيبة. العجوة تحتاج رعاية جيدة لأجل تثمر في شكل طيب وتجلس فترة طويلة لا تيبس ولا تصبح قاسية. اللهم بارك. هذه العجوة صار المدينة المناورة عندنا جميع العجاوي اللي يجينا عن طريق جروب لابد يخبرنا اي جروب للأمانة كلها عجوة اكياس من شروط التصدير من تبخير وتغليف وغيرها للتصدير تطبق كل الشروط النظامية للشحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم يوسف الفجوري لتصدير التمور. عندي عجوة الذي يريد العجوة موجود. العجوة هذه كلها عجوة هذه كلها عجوة كلها عجوة